أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية عن ترحي ترحيل 5300 وافد مخالف خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022 وأكدت الهيئة والجوازات في بيان مشترك الحرص على مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية والالتزام بقانون الإقامة في مملكة البحرين وقانون هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من القوانين والإجراءات.